بعد البريك عودة لتاني فقرة من حلقة حرتقجي لليلة. أول فقرة كانت مشتعلة جدا 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 سياسيا عن موضوع الجهاد في سوريا، الجهاد والجهاد المقابل، وولعت عنا بالستوديو ولكن ما انتهت مثل غير برامج بكباية مي أو ببوكس أو بشي مزبة. ما كان في مي أصلاً. إيه؟ لو كان في مي لو كان في مي بركي كانت، ولكن لا، المشكل والنقاش وصل لذروته ولكن ضل ضمن المعقول. هل سيبقى النقاش مع الصحفي باتريسيا هاشم ضمن الخطوط الحمر ولا رح يتخطى الخطوط الحمر؟ ومثل عادتك كمان انت من الصحفية الحرتقجية، يعني كمان مشاكسة ايضا. ايه بس ايجابا. ايجابا طبعا. الناس بحرتقوا سلبا، الناس بحرتقوا ايجابا. بس مع شانتال سرور ما كانت الحرتقة ايجابية، كانت سلبية شوي. بالنسبة وصلت للدعاوى القضائية. للأسف. هلا ما فينا نحكي كثير عن الموضوع. لو بدنا نبلش بهذا الموضوع لأنه هذا الموضوع أكثر شيء طازة. لا بس يعني العالم في عيد ميلادك طازة أكثر منه. هابي بيرثداي. هديتك دعوة قضائية مش عاطلة. شو سببها؟ شو سببها؟ برافو عليك. يلا خليني أنا بدي شو السبب؟ بدك نبلش فيها أو بدك تقول شيء بعد؟ لا بدي أقول لك إنه انتقدت الإعلامية شانتال سرور بمقال حمل توقيعك. بدكم وانتهى الأمر المقال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. فرد مرة. من بعد فرد مرة لأنه حضرتك ويب سايت مش وبالتالي لا تخضعين إلى قانون محكمة المطبوعات، تخضعين إلى هلا قبل ما يلاقوا قانون يحكم المقالات الإلكترونية رح تكونوا بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. بدك نقرا شوي، نحكي شوية مقتطفات من المقال شو انكتب. يلا خلينا نفوت دغري بالموضوع بموضوع بمقال بعنوان أرابيكا تدعم شانتال سرور في ام تي في، ومن يا ترى له الأولوية الرعاة ام الكاريزما؟ تكشفي من خلاله انه البرنامج انعطى لشانتال لانه امنت سبونسر وانه ما تقبلها الجمهور اللبناني. وليس كل ما يلمع ذهبا، هون عم بقتبس من اللي كتبتيه، ليس كل ما يلمع ذهبا وليس كل مقدمه برامج مثقفه كانت او جميله او مدعومه تستطيع ان تصبح اعلاميا نجمه، لان للاعلام اربابه وهم نخبه من اصحاب الكاريزما، وهي نعمه من عند الله تتفوق دائما على نعمه المعلنين والرعاه. شو إف؟ مقال قلت انه مسقفه وحلوه بس ما عندها كاريزما. انت قلت انه شانتال سرور لا تتمتع بالكفاءه المطلوبه او لا تتمتع بالكاريزما المطلوبه، بل تتمتع بالسبونسر المطلوب، ومشان هيك كان لها برنامج على ام تي في. طبعا رح اقول لك اكثر من هيك هشام، في كثير اعلاميات بالوطن العربي وبلبنان بالتحديد قاعدين ببيوتهم لانه ما عم بيلاقوا سبونسر احسن من شانتال سرور. طبعا طبعا فيني اسمي لك مين هي. ام ابو جديد وينيه؟ ميراي مزرعاني وينية؟ مين؟ ميراي مزرعاني وينية؟ ميراي مزرعاني على يوتشر. ليش؟ لأنه فلت أنه ما قدرت تأمن سبونسر. بس على يوتشر هي عم تشتغل برنامج أغاني جديد. عندها برنامج أغاني بس قعدت سنين بالأم تي في ما قدروا يعملوا لها برنامج لأنه ما في سبونسر. عملوا لها أهدم شيء بس هلا صار لها سنه قاعده. اذا بدك منتبه انه قاعده بلا شغل. لا صراحه ما انتبهت وقت عملت برنامج انا ولا ما انتبهت وقتها. بس بركي عم بفتشوا هلا عمو زياد اصغر سنا يمكن من راعي الهيام ابو شديد وميراي مزرعاني وماجي فرح مثلا. عمر ما خلص بركي عم بفتشوا على ليك. هلا انا بس معلش انا ما رح فوت اتوسع كثير بالموضوع لانه هو بالقضاء مثل ما قلت، بس فيني اقول لك شغلي. نحن للاسف بلبنان وبالوطن العربي مش دائما صاحبات الكفاءه هن اللي عم بيكونوا بالواجهه وبالبرامج. فكل وقتين انت بموقع تقدر تقيمي كفاءه شانتال سرور؟ طبعا كصحفي. لما البرنامج كان لها على ال بي سي وتوقف او توقف بمشاركه فيني رومي. ليه مش فيني رومي كان وقتها اللي مش منيح؟ لانه لحظه نحن الصحافه من وين نستمد اذا بدك الهامنا؟ مين الملهم تبعنا؟ الناس. انا سمعتك هذيك المره عم تقول شغله ببرنامج رابعه، قلت انه انا لي حق انتقد لانه انا واحد من الناس. كيف اذا انا كنت صحفيه انا بكون وحده من كل الناس؟ كرمال هيك لي حق اكثر اني انتقد. طبعا من كل الناس جايده طبعا ومطلعه اكثر. كرمال هيك شو عم بدي اقول لك، الناس شو بيقولوا هن الميزان تبعنا. اذا الصحافي ما بده يسمع للناس شو بيقولوا مشكله. كل الناس بتعتقد انه هي منا الشخص المناسب بالمطرح المناسب، او على القليله نقول انا اللي قلته هون ما قلت عنها انه هي سيئه، قلت انا انه هي قدرت تامن سبونسر وهيدا منه شيء انتقاص. بس قلتي ما عندها كاريزما عندها سبونسر. طبعا كان رايك انه ما عندها كاريزما. طبعا والبروف انه يحيى على الام تي في لانه قدرت تامن سبونسر. انت بتعرف انه زميلي نادية بساط بالنقلت من الفيوتشر على الام تي في عندها برنامج فكرته بتاخذ العقل بعد ما عملته لانه ما عم تلاقي سبونسر وهي بالام تي في. هي هلا بالبرنامج بارت من البرنامج الصباحي. مزبوط مزبوط. بقى كرمال هيك معلومات كلها بتلاقي نادية بساط عندها كفاءه اكثر من شانتال سرور 100%. هي من اكفى الاعلاميات بالبلد. فيني اسمي لك اسامي كثير. مين؟ ريما كركي هلا قاعده بالبيت كمان. ريما عسلمتها لانه انا من الناس اللي كثير بحبك. لانه بطل في بنزعل.
من افضل من افضل الاعلاميات لما كانت اذا لم تكن ب يعني رابور شكل وكفاءه من الافضل من الأهم. الافضل وربحت بموقع بصراحه افضل اعلاميه لعام 2012. هيدول اللي عم بحكي عنهم انا هشام، انا ما عم منطقس من امتى، عم اقول انه منا كثير عندها كل شيء ليكون عندها برنامج يتامل في معرفه سابقه بشانتال سرور. ابدا ما في خلاف شخصي ابدا، مش مزبوط مثل ما قالوا بعض الناس انه انت هدمت ب او انتقدت شانتال سرور خدمة لإعلامية أخرى تطمح تعمل برنامج بالأم تي في. يتفضل، مين هي؟ ما بعرف. جمانة بعيد صديقتك. آه لا، جمانة بعيد أول شيء صديقتي، بس ما على ما عندي علم إنه هي بدها تعمل على أم تي في. ولما جمانة بعيد بدها تعمل برنامج على أم تي في، الأم تي في مفروض تسكر كل برامجها وتأمل لها. بعدين جمانة ما بدها. يعني أنا بدها تتجوز مش فاضي يمكن. يمكن لا. برافو عليك، مزبوط صح. طيب هل برايك هذا الترهيب والقمع بعد بخليك تقدري تعملي، يعني هو صار كل ما انا لانه علي كمان دعاوى قضائيه بموضوع لانه من وراء بروجرام حرتاج، لانه حرتاج بتناول نقد ونقد جريء. نعم. يعني لما تقولي عن ممثل ما بيعرف يمثل بيرفع عليك دعوه اذا قلتي عن للاسف يا هشام. نحن برا بدي اقول لك شغله، باوروبا ولا بامريكا الصحافي هو المرجع الاول، بيقولوا له اليوم شو كاتب، اذا كاتب شيء منيح بيحتفلوا، اذا كان كاتب شيء مش منيح بيروحوا بيحسنوا حالهم. نحن هون الصحافي صار بلشنا هلا باعلاميه ترفع دعوة على صحفية أبدت رأيها. انتبه، أنا ما قلت ما كان في ولا قطح ولا دم، وبشهادة المحامين بالقصة، وهي أصلا ما بعرف إذا حتوصل معي على مطرح بالمحكمة. أي وهذا سألك، وين ما قلت وصل؟ ولا بمطرح. أوكي، غرامة مالية أكتر شيء شو؟ 10 مليون. مليون ليرة؟ ما بتشوفهم؟ لا ما بتشوفهم. غرامه وانتقام يعني يقتل بلبنان. بس انا اللي بدي اقول لك شغله، اذا بلشنا عم نمارس الترهيب على الصحافه اللي عم تبدي رايها، يعني على الصحافه السلامه نروح نسكر نقعد ببيوتنا احلى. لو انا كنت بدي اكون اخر صحفيه يا هشام بدها توقف وبج شانتال وغيرها، وصارت قبل بمره مع غير حدا كمان، انا رح اكون الوحيده اللي حتوقف. للاسف حتى بهيدا الموضوع لما اجوا الزملاء ليكونوا حد ويدعموني معنويا على تويتر، عبروا عن رايهم ودعموا لي، اتصلت فيهم الزميل اللي هي الملحقه الاعلاميه لشانتال ولمتهم. مين هي الزميله؟ وهولت عليهم، ويعني مين هي الزميله؟ ما فيني اسمي لانه ما بدي اعطيها. مش صحفيه كمان؟ بلا صحفيه طبعا. لا، لا بس انه تخيل، انه تخيل انه كانت عم بتلومهم ليش عم يدعموني، يعني بدل ما هي تكون طرف، بدل ما هي تكون مش طرف مع شانتال، لانه نحن بالنهايه في اخلاق المهنه وفي الزماله لازم نكون واقفين حد بعض بهيك قصص. طيب هيدي مش اول مره بتوصل مقالاتك لمحل قانوني، تلقيت انذار كمان مره من محامي جوزيان الزير بعد ما انتقتيها بفتره معينه، انحكى فيها وقتها بمنافسه، حكيت فيها بمنافسه بين جوزيان الزير ومايا دياب، وهلا ما وصلت لدعوه قضائيه، ضلت ضمن الانذار. هل التزمتي بوقتها بالانذار ووقفتي مقالات ولا كفيتي؟ لا، هي خلص برنامجها دغري من بعد الانذار لانه كان فاشل. عم تشمتي يعني؟ بعدها مصرة. اوكي جايك انذار ثاني. كان فاشل. وقف برنامجها. يعني مين كان معه حق، هي او انا؟ هي كانت عم بتقول، يعني تخيل اتصل فيه البروديوسر ليقول لي باتريسيا انت اللي كتبتيه مش مزبوط، سالته ليه؟ قال لانه انت ما بتعرف انه من بعد البرنامج كل شيء في ناس عم تحضر بتجي بيوقفوا بالصف لياخذوا اوتوغراف. قلت له لا ولا ما معي خبر. ليه ما بينقلوها مباشر، هي بتركوها بعد الحلقه لنشوف. تخيل انه هذا مقياس النجاح بالنسبه له بشك يعني اصلا. هلا من بعد ما انتقدت جوزيان الزير بفتره من الفترات بقسوه، عم تنتقدي مايا دياب بقسوه، بتعنوني هيك تكتب مقال: عصر رحباني تبنى السيدة فيروز فكانت سفيرتنا إلى النجوم، زياد تبنى مايا سفيرتنا إلى ماذا؟ سفيرتنا إلى مايا مش إلى ماذا. لخبرك شيء، هيدا معناتها إنه أنا صحفية موضوعية، لما أنا أنتقد جوزيان وما أقبل إنه تقارن حالة بمايا وأرجع أنتقد مايا، معناتها إنه أنا حدا كثير موضوعي، ما عندي صديق بموضوع ضميري أو إذا بدك موضوعيتي. مايا انتقدت بالحلقة مع زياد، ما بدنا نفوت بالتفاصيل يمكن تأخذ من وقت البرنامج، بس بدي أقول إنه في كثير تفاصيل بالحلقة أنا قلت رأيي بالمقال صراحة فيها، ما عطلتهم يمكن لانه انا صاحبه موقع بصراحه دوت كوم يا هشام. اكيد اللي عالم كثير بتتابعه. هيدا الشيء بخليك تكون حر للاخر، غير مرتهن لحدا، مش تشتغل مع حدا عنده محسوبيات. بليز هي ما تقرب علي وهي ما تقرب علي. ما بتنتقدي رامي عياش لكونك المسؤوله الاعلاميه بمكتبه؟ حلو السؤال. انتقد لي رامي عياش على شيء نصحان؟ هيدا مش نقد فني. لا نصح بس بالفنان، بس هلا رجع دعفان بده يتجوز. هو الفنان غناء وشكل، بشكله كان بفتره وقت سيلبرتي دوات وقت لابس هاي الحمراء كان مبين نصحان. مزبوط. سيلبرتي ولا بدانسينج؟ بدانسينج وذ ستارز. بس بدي خبرك شغله كمان هشام، انه الكاميرا كمان بتنصح، بس هو هلا عم يعمل دايت مش حاله، وسمع سمع سمع رايي بهذا الموضوع. انا ممكن احكيه مباشره معه لانه انا مستشارته الاعلاميه. بس ما بتنتقدي شكله انه طب اذا لبس؟ بس خليني خبرك شغله، صار لنا سنتين انا وياه عم نشتغل مع بعض، عمل جبران وعمل طال السهر وعمل يعني مجنون وعمل هلا ما بدي شيء، ثلاث اغنيات ما لقيتي عنده ولا خطا. لحظه، وعمل اثنين فيديو كليب من اجمل
فيديو كليبات بالوطن العربي. اكزاكتلي ما لقيت شيء انا اكتب عنه، بس بدي خبرك شغله، ممكن يكون ما اكتب شيء عاطل. انا حبيت ما لقيت معه استشاره ما عم حلو ولا خطا تكبيله. لا طب اذا الناس مش خطا فني، طب ليه ما انت بس انت بتقول بتستقي يعني الاراء من الناس، لو لقيت انه في اكثريه من العالم انزعجت من التورس نيو كنت كتبتي انه ما بيسوى؟ اكيد، بس في ناس كثير حبت كمان. طيب شو رايك نحن وياك من بعد هيك ما حرقنا اشياء سريعه وحكينا بموضوع الدعوه القضائيه اللي ما حابه كثير تفوتي بتفاصيلها، ننتقل للتويتس اللي بتحطيهم، تغير ذاتك اللي بتحطيهم على تويتر، وانت ايضا من الناس الاكتف اكيد بطبيعه شغلك قد ما فيني من الناس الاكتف على تويتر، رح اشوف تغير ذاتك ونعلق عليهم. اول تغريده بتقول بحس اذا في حدا من شعوب الدول المتحضره عم بيقرا قد ايه اللبنانيين مفعوطين بقضيه الزواج المدني وتوقيع الوزير شربل عليه، شو رح يضحك علينا؟ ليش هالقد كنت مستخفه بموضوع توقيع؟ لا كانوا مفعوطين يعني واو ياي وياس وكذا ايه ومعليه يعني هيدا اول كيس، ما بعرف اذا حيصير في كيس ثانيه. وثاني شيء انه نحن يعني عن جد انه دول العالم الثالث، الزواج المدني مين بعد بيحكي اذا انه واو ولا هيك؟ عيب يعني، عيب يكون مفعوطين. عملنا مهرجان على شيء لازم يكون يعني ابسط حقوق المواطن اللبناني. بعد عملت تويت وراها تاني انه بفرنسا من كم يوم يعني اقروا الزواج المثلي 100%. نحن بعدنا عم نحتفل باول زواج مدني ان شاء الله ما نوصل لزواج مدني. لا دخيلك لا سارة، انت شو انت بس حسيتك كانك مع زواج المثليين. لا انا كنت عم اقول لك وين وصلوا برا باوروبا، لك نحن وين بعدنا عين. بس ليش هو زواج المثليين اصلا عباره عن تقدم؟ تطور يعني. لا يعني معناتها انه طلعوا من الزواج المدني صار وراهم، طلعوا من زمان هلا صاروا يعني ملتهيين بالزواج ان شاء الله ما نصير مثلهم. زواج بكره ما يحللوا زواج الانسان مع الحيوان مثلا، شو انه هذا التطور اخر كارثه؟ لا كارثه لا هذا صار قرف. زواج المثليين مش عرف، مش عرف من بلا عرف. زواج الحيوانات من الانسان قرف. لا مش قرف. مع ان بتاني تويت، مع انه الشعب اللبناني اعتاد على البكاء والنحيب واللطم، الى ان بعض الممثلين اللبنانيين في مسلسل وداعا لم يفلحوا في ترجمه ماساتهم بصدق. بعضهم عم تقولي هيدي وداعا مسلسل لبناني يعرض هلا على ال بي سي، بيحكي عن ماساه الطائره الاثيوبيه، وهي ماساه شكلت بوجدان اللبنانيين محطه كبيره بالفترة اللي صارت فيها. عم تنتقد المسلسل ولا عم تنتقد أداء الممثلين؟ شو اللي ما عجبك بالممثلين؟ بدي أقول لك شغلة، يمكن البرنامج أو المسلسل عفوا أول شيء عم تحكي نبض الناس أول شيء، هذا عن موضوع إيه نبض الناس برافو عليك، هذا حصة عني 100%. المسلسل بتوقيته غلط، تنبلش من هون. يعني عادة بعد حيالة مأساة بيعملوا المسلسلات أو الأفلام بعد فترة شوي، أول شيء ليجمعوا كل المعطيات، ثاني شيء ليبرد شوي الزعل، تالعالم شوي تهدى النفوس، ليكملوا حياتهم وبيرجعوا بيعملوا المسلسلات أو الأفلام. أول شيء توقيته كتير غلط، بعد الناس جروحاتها مفتوحة مثل ما بيقولوا. ثاني شيء نحن الشعب يلي قضيناها كل سنين الحرب عم نبكي، وما في اشطر منا بالبكي على شو ما كان، بنبكي بالحرب بنبكي وبالسلم بنبكي، على الفوتبول ما قدروا يترجموا حتى الحزن تبعولهم على الهواء. يعني عندك مشكله بالسيناريو؟ عندي مشكله في ضعف كثير كبير بالسيناريو. لاحظ هشام كنا عم نحكي تحت الهواء قديش غريب انه الكل حسوا انه في شيء غريب حيصير من بعد ما يسافر. السيناريو كله عم بيقول قلبي حسسني يا امي ما تسافر، وقلبي حسسني يا جوزي ما تسافر. كثير غريب يعني. وبعدين كلهم وعيوا الساعة 2 بالليل يفتحوا التلفزيون ليشوفوا الخبر. في اشياء بتسلسلها ما كثير قنعتني، هي اولا. وثانيا ايه مثلا، وثانيا التمثيل في كم حدا من الممثلين، يعني اذا انا كنت عم ببكي ممكن وصل الفكرة اكثر اوضح بصدق اكثر. ايه ما في صدق يعني لدرجه ما في دموع اصلا. هلا بدنا ننطر شوي يعني، احنا وقعت الطياره هلا في الفلاش باك. الفلاش باك كمان حتى انا شفته كثير ركيك يعني. الحوار كنت بتمنى اكثر نشتغل عليه اكثر. هن اتكلوا على الماساه وحطوا على جنب كل شيء. هذا نبض الناس. ايه هذا نبض. صح. حكيت عن موضوع الانتقاد المباشر وانتقادك انه بابا فيك تنتقدي. انت انتقدت الزميله والحرت اجيله يلدو لانه الذي انتقدت السيده ماجده الرومي. انا كنت عم بحكي بنبض الناس كانت عم تحكي هي بنظرها عم تحكي انا بس لكن انتقدتيها بأسوء. صح. ما اقتبس بعض العبارات لانه ما قبل ما تقتبس انا بدي اقول لك شغله. انا كنت ناطره بحترم ذوي القلوب الضعيفه مش هيك ما راح طلع العبارات على الهواء. انا كنت ناطره اسال هيدا السؤال بصراحه لانه ما فيك تيجي على بيت حدا وما يفتح لك هذا الموضوع. انا ليكي ما معي خبر انه بده يجيب السيره. بس بدي اقول لك شغله، انا حتى ما مكتوب ما انا انت ما بعرف اذا انت قريت اول ما طلع البرنامج، انا اول حدا رحب بليال وقلت انا انه اشتقنا لها بعد غيبه جاي بحتى اجي. لنكون واضحين بلشنا هون لان انا كثير بحبها.
من بعدها بحلقة اللي تقدت فيها سيد ماجدة رومي وبقولها اليوم وبعدني هلأ بعتبها فيها تنتقد تقول ما بتحب صوتها فيها تنتقد قلتيهم ايه؟ بس الطريقة اللي تمسخرت فيها عليها كانت قاسية تقليد كيف وقتها فيها نتذكر استرجع لا لا شغلي كرمال هيك كرمال هيك انا بقول لك شغله ايه ايه ايه. في ناس فيهم يحبوا ماجدة رومي في ناس فيهم ما يحبوا ماجدة رومي مش حيحبوها يحبوا صوتها بس ما فينا ننكر انه هي انه هي حدا من الثوابت بي في ثوابت ليش لبنان بده يعمل ثوابت بالفن ليش لا اذا ماجدة رومي ما لها ثوابت مين لا اعطيني اسامي غيرها في اسالك سؤال انا بس هيك لانه امبارح انا بدي افتح هذا الموضوع وافتحه على الملا وبرجع بنكفيه باخر فقره موضوع حضرت انا الحفله تبع جوليا والفنانة جوليا بطرس على ال بي سي نهار الاحد وشفت التعليقات اللي بتمجد لبنان الموجود باغاني جوليا وتمجد لبنان الموجود باغاني ماجدة الرومي واغاني فيروز هل هذا لبنان فعلا موجود او هو كذبه موجوده فقط باغنيات العمالقه اللبنانيين اللي بتسمون اللي بنسميهم كلنا وبنحترمهم وبنحبهم كثير سيدات وبنصير انه لبنان هذا لبنان ما هو موجود سوري بس هذا رايي الخاص بعرف. لبنان اللي اخترعوه لبنان اللي اخترعوه انا شوي هيك بنسمي هذا لبنان اللي اخترعوه الرحابنه مع احترامي لتراثهم الفني الكبير اللي هو اعظم تراث فني لبنان ما انه موجود هيدا لبنان حلم لبنان بلد استقال سنه 43 سنه 58 كان عم بيعمل اول حرب اهليه يعني عاش 15 سنة بس كدولة وب 58 اختلفوا مشان عبد الناصر بال 69 اختلفوا مشان اتفاق طيب وشو عن الحلم؟ وبال 65 ما في حلم كذب لبنان منه موجود لا لبنان تبع الرحابنة تبع فيروز منه موجود تبع ماجدة منه موجود بس متأمل تبع جوليا منه موجود بس متأمل ما رح ينوجد لبنان ما رح طول بالك يا هشام بركي النظر لأنه اليوم اليوم بعد 67 سنة قد عمر لبنان 69 سنة لبنان اللي عم نذكره بالأغاني منه موجود يعني لما تعمل جوليا غنية جوليا هي بس تعرفي شو سوري يعني جوليا فنانة عظيمة ولكن هي اليوم جوليا عم تاخد قيمتها وماجدة الرومي عم تاخد قيمتها لأنه جوليا هي ماجدة الرومي تبع 8 أدار وماجدة الرومي هي ماجدة الرومي تبع 14 أدار مش هيك مش هيك اللبنانيين المؤيدين لحزب الله بحبوا جوليا والمش مؤيدين لحزب الله بحبوا ماجدة الرومي بس هيدا هي القصه كلها طيب واللي بحبوا فيروز بحبوا لبنان منو موجود هيدا لبنان منو موجود اي لبنان بدك انت لكن مش موجود لبنان هيدا لبنان انت اي لبنان بدك لبنان لبنان مخالف لبنان ولبنان عشق ستات ولبنان الطوايف ولبنان الطائفيه ولبنان الزعماء هيدا لبنان الموجود خلينا نحكي عنه نعمل لبنان التجاره يعني شو بتطلع مش عارف يا عم الفينيقيين بيعوا لبنان هن كانوا تجار كانوا يعملوا لبنان لقالوا يبيعوه لحيالله بس مقهور كثير ما هو حق فشت خلقك ما هن الفينيقيين تانو تجار وبيعوا لبنان يعني هيدا انه نحن شعب نحن من زمان بيعين هيدا بس الأرض. بس مش غلط انه مش غلط انه نحلم بلبنان افضل يا يعني هيدي بدعت انه نحن شعب منحب الارض ومتمسكين نحن ما بنحب نحلم ما عنا اياها نحن شعب بس لازم نكون اياها وثوابت وما فينا نتمسخر ونتقلد هاي وهي ثابته وهي ثوابت ما لبنان رئيس جمهوريه ثابته والبطرك ثابته والجيش ثابته والمفتي ثابته وفيروز ثابته وماجدة الرومي ثابته ورغب علامه ثابته ومايا دياب ثابته واليسا ثابته بيتر سمعان ثابته سوري بلا الزغره يعني بيتر سمعان ثابته ما قدرنا نحكي عنه شانتال سرور ثابته شوفي لو مش غلط كل وقت هشام انت خلص اذا هلا فيني رد عليك طبعا اكيد اوكي بدي اقول لك شغله سعرت حدا يعطيك لينكس هي قصه الثوابت موضوع كثير اذا بدك متشعب نحكي فيه من هلا لبكره انا وياك بس مش غلط انه كل شعب قد ما يكون سطحي مدعوس عفوا على العباره لازم يكون عنده مثل اعلى او حلم او شيء حلو يضل اذا بدك عايش على امل انه يصير مش غلط بلبنان لما نغني ماجدة رومي عم بحلمك يا حلم يا لبنان او لما نغنى الاستاذ وديع الصافي لبناني قطعت سما هو ما انه قطعت سما قطعت سما ما انه قطعه من السما اوكي بس هو الحلم يلي دائما لازم يكون عم نتمنيه مش غلط ليه شو مش على الحياه لما ما يكون فيها حلم ولا امل ولا شيء حلو طب لحظه ليش بده يكون عندنا حلم ليه ما بكون عندنا دوله مثلا ليه ما بكون ليه امريكا عندهم دوله ما عندها حلم لا موضوع الدوله هذا موضوع ثاني انا راح فيه يعني بتعرف نحن انا بلاقي الناس اللي عندهم دوله احسن من اللي عندهم الحلم نحن عندنا الحلم ما عندنا الدوله نحن عندنا حلم بدوله عندنا الدوله احسن من اللي عندها الحلم عندنا حلم بدوله هات شو بغيت ربع عم بحكي غلط شيء
منا بس منحن صرنا 30 سنه بنغني عم بحلمك يا حلم يا لبنان انه بعدين باتريسا خلينا كم سنه بعد باتريسا بدي لك شغله هذا الحلم اللي انت عم تحكي عنه في ناس عم بسموه في ناس عندهم اسم بالنسبه له انت عم تقولي انه في حلم اسمه لبنان لا في ناس لبنان كان الحلم عندهم اسمه موسى الصدر في ناس كان عندهم الحلم اسمه بشير جميل مزبوط. في ناس الحلم كان عندهم اسم كمين شمعون هذا موضوع انه متعلق بالاشياء بس في اليوم ناس الحلم تبعهم اسمه احمد الاسير في ناس الحلم تبعهم اسمه علي فهد في ناس اسمه الحلم بشار الاسد في ناس اسمه حسن نصر الله شو بتحكون عن حلم اسمه لبنان في مليون حلم وحلم ما في يعني قد ما مشعب بس في لبنان واحد صح ما في لبنان واحد بدنا اياه واحد في كثير مثل لبنان اللي بدنا اياه وعم بحلمك حلم يا لبنان ويوم الحبك تشنني بدي اخذ بريك ثاني بريك بحلقه ليلى ما